السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كيف العاده كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه مننا اخ. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نخدم معكم واحد الخلالات. ها هي الرشمه ديالتهم، جوج خلالات غنخدموهم ان شاء الله، كيجيو رائعين. غادي نخدموهم، كنحتاجوا الكادر بحال دائما كنديروا الكادر عند النجار على هذا الشكل، هذا بحال هذا. ها هو مازال ما خدمتوش، ما لصقتش فيه الثوب بحال هذا. وطبيعه الحال كنحتاجوا لهاد الثوب ديال الفلوغ اللي كنخدم به دائما، ها هو هذا. وهاد الكادر درت كادرات جوج، درت فيهم 30 على 30. ها هما كما كتشوفوا، ها الرشمات كما كتشوفهم، انا ديجا رشمتهم هنا في الكربون، درت رشمتهم وجدتهم في الكربون. ها هما كما كتشوفوا. وكنحتاجوا الفاشن، فاشن راه غنخدم بالكري لارجونتي كما كتشوفوا. بعد ما تراسيت الخلاله ديالي، دابا غنبدا ندير لها الفاشن. واحد الطريقه كتجي ساهله وما فيهاش بزاف ديال المصاريف، رخيصه كتقال، غير الثوب كادر والفاشن. دابا غنعاود فوق هذيك التراساج اللي درت، طريقه سهله وبسيطه. هنا كما كتشوفوا هو طلق ليا الماء، هنا نحاول نسحب كوطون تيج. كما قلت لكم راه طريقه سهله وبسيطه، اي واحد يمكن يديرها. ما عليكم غير تشريو الرشمات وتشريو الثوب صافي، والفاشين، وديروا طابلوات لداركم دويراتكم زويونين، طابلوات زويونين لدويرتكم. انا غنكمل هذا التراساج ونرجع معكم. كما كتشوفوا انا ساليتها بالتراساج، دابا غندوز للفاشن. هذا لقيته كان عندي مخلط فيه شويه ديال الكري وشويه ديال الخضر، هو اللي غنحاول نعمر به. ها لقيته عندي دابا، قلت غادي نعمر به علاش لا. نعمر هاد الفراغات اللي عندي،
هاد الفراغات اللي عجبني نعمرو، اللي ما عجبنيش نخليه هكاك خاوي. نعمر هذا هو هذا كامل هكا، غادي نعمرو نعمر عادي ونطلع هكا. بعد ما عمرنا هذه كامله هنايا غندير الخطيطات. نكمل هذه كامله بالخطيطات كما شفتوا اخوات. انا طراسيت هذه الخلاله الثانيه، غنحاول نعمرها دابا. نعمر هذه الدائرة على هاد الخلالات. كنت فيها تخدمتهم في مخدات، كيجيو زوينين في مخدات، كيجيو فنين. كاين واحد الخنجر وواحد غنوريهم لكم في الرشيمه، كيجيو زوينين بزاف. هاي اللي قلت لكم هاد الخميسه حتى هي كتجي زوينه، وها الخنجر وهذا الخنجر كيجي حتى هو رائع. درت مخدات في الصالون ودرت فيه هذا الخنجر هذا اللي درت، وهذا الخلاله وهذا الخلاله هذه الثانيه اللي خدمت معكم في الاول، ودرت هذا الخنجر ودرت هذا الخميسه. جاو مخدات زوينين بزاف. Thank you.
ثقيله ببركه، ما زيدش نعمر. ها هما كما كتشوفوا الخلالات ديالي موجودو، هادي هي جدات وهادي هي. دابا غنخليهم ينشفوا مزيان وعاد غادي نزوقهم بالعقيق وعاد نوريكم كيفاش ولاو، كيفاش نشفوا الخلالات ديالنا وكيفاش غنزوقهم. كيف ما كتشوفوا الخلالة ديالي وجدات، ها هي منين خليتها حتى نشفات مزيان درت لها ديك العقيقات، ها الخلالة وها الخلالة الاخرى. طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، غير الثوب الفاشين ولقيق، كيجيو رائعين، كيجيو زوينين. هادو كيما قلت لكم تقدروا ديرهم طابلوات او ديرهم خدات، كيجيو راقيين ورائعين. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، اللي مازال ما تابونا في لاشين ديالي مرحبا به تابوناو، ودير واحد لايك وخليولي شي كومونتير. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.